الرقم 12 في نظري هو الرقم واحد، لأنه بدون مجاملة، بدون خلفيات، جمهور أولمبيك، قوة أولمبيك أسفي تتستمد من الجمهور ديالها. يمكن المنظومة فيها مجموعة ديال المتدخلين، وقت المسير خصو يكون تدبير عقلاني، خصنا موارد، خصنا أطر، خصنا مدرب، خصنا لاعبين، ولكن هادشي كامل راه شفنا فاش لعبوا بلا جمهور ولا هذا، راه ما كاينش هذيك القوه الضاربه ديال الفريق الاولمبيك اسفي. دونك حنا مع الجمهور ديالنا تنشكروه بزاف، تنقولوا له حنا بقلب صافي بانه تنقدروا المكانه ديالو والدور اللي تيقوم به، لان خصنا نتجردوا من الذاتيه. يعني المدينه والفريق القوه ديالها كما قلت في التدبير، ولكن خاصة في جمهور أولمبيك أسفي حنا راه معولين عليهم نهار الترجي إن شاء الله، لأنه أنا قلتها في القرعة ونتمنى الله ما يخيبناش، قلنا لهم غندوزوا الترجي إن شاء الله، ولكن علاش استمديت هذه القناعة والثقة؟ اللاعبين ديالنا عارفينهم، ولكن عارفين بأن عندنا جمهور إن شاء الله غادي نديروا مباراة تاريخية بفضل الدعم ديالو إن شاء الله. مرحبا.